السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. في الفيديو ده احنا جايين نتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي انك تخلي الطائر بتاعك يفضل يبيض لحد عمر كبير. طبعا بنتكلم عن الفراخ البياضة. الفراخ البياضة يعني بتاخد لها كام سنة كده وتقطع بيض الطبيعي بتاعها، يعني عند اغلب الناس ما بتعديش التلات اربع سنين. لكن انت لو مربي الفراخ البياضة بالطريقة اللي احنا جايين نتكلم فيها النهاردة، هتلاقي الفراخ البياضة بتاعتك بتقعد ليه 6 و7 سنين تبيض وما تقطعش، انتاج متواصل. هتقطع بس في فترات القلش لما ما تأكلهاش، لما ما تهتمش بيها، لكن هتفضل معاك الطيور وهتفضل معاك الفراخ البياضة تديك انتاج من البيض غزير جدا طول فترة التربية لو ربطها ولو عملت معاها الطريقة اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. هو مش سر ضخم ولا سر كبير يا جماعة اللي احنا جايين نتكلم فيه في الفيديو ده، سر يمكن انتوا يعني بتمروا عليه من غير ما تاخدوا بالكم، او بتعدوا عليه من غير ما تاخدوا بالكم ومن غير ما تلاحظوا مدى اهميته. السر اللي ورا موضوع ان الفرخة تفضل تبيض لحد ما تكبر مش حاجة يعني اكتشفها حد كده ايه بعبقرية او اي حاجة، لا خالص. انتوا لو عارفين اجدادنا زمان كانوا بيربوا الطيور ازاي، ولو عارفين اجدادنا زمان كانوا بيتعاملوا ازاي مع الفراخ البياضة تحديدا علشان تفضل تدينا انتاج بيض مستمر، كنتوا لاحظتوا وعرفتوا لوحدكم من غير ما تشوفوا فيديوهات ومن غير ما تسمعوا من اي حد ومن غير ما تاخدوا نصايح ومن غير ما تروحوا برضو ايه لصيدليات بيطرية وتاخدوا منهم روافع مناعة او حاجات تزود انتاج البيض وكل الكلام ده، تمام؟ فهو موضوع انك تخلي الفرخة تفضل تبيض لعمر كبير، ده ملوش علاقة غير بانك تربيها صح. لكن تربيها صح ازاي بقى؟ ركز معايا وخد بالك بقى من التفاصيل الدقيقة من بداية التربية لحد اخر التربية، لان في بعض الناس بتقولك انا جبت الفراخ البياضة وربيتها صح وباضت وبتبيض دلوقتي بس قطعت على سنتين. ما انت المشكلة في انك جبت الفراخ البياضة. واحد تاني يجي يقول لنا انا اشتريت الفراخ البياضة وربيتها عندي وكبرتها ومش عارف ايه والكلام ده كله وقطعت على 3 سنين، ما قعدتش 7 سنين زي ما انت بتقول رغم ان ربيتها صح. اقول لك هي الفكرة مش في التربية الصح من ساعة ما تجيب الفراخ، لا، الفكرة في التربية الصح من قبل ما تجيب الفراخ. قبل ما تجيب الفراخ اصلا لازم تربي الفراخ وهي مش عندك. تربي الفراخ وهي مش عندك ازاي؟ ايه الكلام الغريب ده؟ يعني تجهز المكان اللي عندك قبل اي حاجة، المكان اللي عندك لاستقبال الفراخ، وما تشتريش الفراخ من بره. دي تاني حاجة بقى، دي تاني حاجة في الموضوع، انت ما تشتريش الفراخ من بره اصلا، حلو؟ ما تجيبش الفراخ جاهزة، ما تجيبش كتاكيت عمر يوم او عمر يومين جاهزة من بره وتقول انا بقى هربيها تربية سليمة وهخليها احافظ عليها عشان خاطر ايه الانتاج يفضل، وعلشان خاطر احنا لازم نديها اكل كتير او اكل متنوع والكلام ده كله، ونرفع مناعتها ونضافة باستمرار وتهوية وكل الكلام ده وتشميس في الشتاء وتهتم بكل التفاصيل، لكن برضو الفرخة هتلاقيها قطعت بيض على 3 4 سنين، ما عادتش 7 سنين زي ما انا بقولك. ازاي ممكن تخلي الفراخ تقعد معاك لحد 7 سنين تبيض؟ هي الفكرة في كده يا جماعة، الفكرة في انك تربي الفراخ على ايديك وتطلعها من البيضة بايديك، وتكون ضامن، تكون ضامن ان البيضة دي نظيفة، وان الاب والام اللي هم الذكر او الديك والفرخة اللي هم اصحاب البيض اصلا هم صحتهم كويسة وما عندهمش اي عدوى لاي فيروس او اي بكتيريا سلمونيلا اي شيء. فالبيض اللي طالع ده هو كمان ما فيهوش اي مشاكل، الكتكوت اللي طالع ده هو كمان صحته كويسة وهيتأسس صح لانه طالع صح واهله ما عندهمش عدوى، وانت كمان ربيته في جو مناسب وطبيعي وطلع من البيضة بدون معاناة. كبر بقى مشيته بقى على الروتين اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة، الروتين ده اللي هيخليك ويساعدك انك تخلي
الفراخ دي تبيض وتفضل تبيض لحد عمر 7 سنين، زي ما قلنا 6 7 سنين تفضل الفراخ البياضة تبيض، لانه المعروف ان هي على 3 سنين بتلاقيها رمت دهون وقطعت بيض خلاص وبتتذبح وتتاكل. لا، انت لو اهتميت بالفراخ بالطريقة اللي احنا هنتكلم فيها هتلاقي الفراخ تقعد معاك فعلا ل7 سنين تبيض بدون انقطاع الا بس في فترات القرش. طب ايه الطريقة والروتين بتاعنا؟ الروتين بتاعنا بسيط خالص، انت الصبح بدري بتديهم علف، ده طبعا الاكل بتاعهم، لكن قبل ما نتكلم على الاكل لازم اقول لك على الاستقبال. في الاول لما تطلع الكتكوت من البيضة بتستقبله على 20 سنتي من عسل العسل الاسود على لتر من المية، تمام، وتحطه بقى في اوعيه صغيره كده للكتاكيت الصغيره توزعه عليهم يعني، او ممكن بدل العسل الاسود تحط ميه بسكر، تمام، 20 جرام من السكر على لتر ميه تدوبهم، او محلول معالجه جفاف من الصيدليه، كل ده بينفع. ده الاستقبال في اول يوم. بعد كده تبدا تديهم علف فقط، علف وميه، علف وميه، علف وميه، وتهتم بقى بالجو العام بتاعهم والنظافه المستمره وتغيير الفرشه والكلام ده كله، ابعدهم عن الشمس طبعا او الرطوبه او درجات الحراره المنخفضه. بعد كده ايه، يكبروا على العلف بس اول شهر، ما تنساش اثناء الشهر ده تديهم الحجر الجيري، الحجر الجيري الكالسيوم بنسب قليله، او يعني تحطه قدامهم هما كده هياكلوه على قد ما يقدروا. وما تنساش خلال الشهر ده انك بتقدم علف فقط وميه والكالسيوم اللي احنا قلنا عليه. بعد ما يخلصوا الشهر ده تبدا بقى تديهم بواقي الاكل اللي عندك، كبروا خلاص، وتبدا تحطهم في مكان واسع، مش كرتونه او فقاسه او مكان مقفول، لا بقى توسع عليهم كده وتحطهم في مكان واسع علشان يكبروا وينموا بسرعه، لان المكان الواسع له علاقه مباشره بالنمو السريع، وخصوصا طبعا لو كنا في شتاء وفي شمس ده هيبقى فيه نمو سريع جدا وفي صحه وفي رفع مناعه وفي كل الكلام ده. حلو، ما تنساش برضو اثناء التربيه تديهم الف دال ثلاثه هي وفيتامينات واملاح معدنيه من عند الصيدليه، علشان ده مهم جدا للنمو وان هم يبيضوا بسرعه، يبيضوا على 3 4 شهور. وبعد كده تفضل مستمر على الروتين اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو علف، وجبه علف وقليل من الشامي وكثير من الخضروات بالنهار، وبعد كده بالليل بواقي العيش اللي عندك مفروكه او مطحونه ناعم لو هي ناشفه، وانت كده ايه هتمشي على الروتين ده، والفراخ بتاعتك هتبيض بيض بدون انقطاع ان شاء الله، الا طبعا في فترات القلش. وطالما انت مهتم بيهم ودايما حريص على انك تديهم الطعام المتنوع وتنظف لهم المكان والتهويه والشمس وكل حاجه وساعات الاضاءه، لو اهتميت بكل التفاصيل دي اوعدك ان الفراخ بتاعتك عمرها ما هتقطع بيض ابدا، وهتفضل لحد 6 و7 سنين تنتج لك بيض. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشره ليك من يوتيوب، وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكله بتواجهك في عالم تربية الطيور أيا كانت المشكلة وأيا كان نوع الطائر، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.